وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ودانتي بمها بيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبريز ما دكولا مسكة كرمغا يا ركا تريكما أمن نمان كان قائم كرمغا ميدو منغنوغ فكر فلا كرما بهيغتم بي بي متي فمبروغ مي سمينا حلومغ رسمياتا إم بيفلون مرحبا دنوا مي Ministry of Islamic Affairs أردنغ Global Forum for Moderation بولغن انتظام كروي سمينائي مسمينا اسلامي دنيا ام مهم جميع جماعت تكا ماتي تعليمي مركز تكا فنابوس علم وري بير ودا گنوان مسمينا ما گندو تكا مشورا كورويني ادو اسلامي دنيا كورمتي فاوا تفاتو سلامتي گنجهون تكا اكن كن حل كورموگا ميدو مين گندو گه ديني فكرو فتروموگه مهم كما اكن كن كورما ام ايكشي گم وا گت كا ميدو. Assalamu alaikum and welcome to the opening session of the high-level seminar on the role of moderation in countering terrorism and promoting peace and security. The session began with the recitation of the Holy Quran by Al-Qari Ahmad Tawfiq. The next item on the agenda is the welcome address by the Minister of Islamic Affairs, Dr. Ahmed Ziyad. Ayuha Sayyidat wa ayuha Sada, nurahib bikum jamiyan fi hadha al-mu'tamar fi baladikum athani al-jumhuriyat al-Maldiv. استمعنا إلى آيات من القرآن الكريم تلا علينا القاري أحمد توفيق. أيها الحفل الكريم يسرني الآن دعوة إلى معالي دكتور أحمد زياد وزير الشؤون الإسلامية المالديف لإلقاء كلمة الترحيب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ميادوك مؤفاوري حفلاغ شرف المهمان ديراج جيغ دفاعي وزير أونربل الفاضل آدم شريف عمر انترناشنال مودريشن فورم رئيس الإمام صادق المهدي International Moderation Forum ge Secretary General Marwan Al-Fawauri Divehi Rajya Kanala Fawa Gaumtahu ge Safirun Gaumtahu ko Madagan Tibbevi Emmeha
إسبافرون أمي هازرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيا همجهما سلامتا ركاتر كمتكا أمي رنگلو إف وسنما أدي إف فكوركي إسلام دينو وسنما فكورو كنكشور إسلام دين قوالا فواني سلامتا ركاتر كما دكولو وري كما أداوات تري كما ليهورون إسلام دين دكولو هذا كيد رسول صلى الله عليه وسلم كي حياة بلان ألغون من بدال كما غوانما ألغون من فننغو تي مفدا نمونا تكي سلامتا ركاتر كما كي مدينو كي أساس ديري علوم كي حياتو كي هريها كما كيس دي أساس ما غنو دي أساس كي سلامتا ركاتر كما مجتمعتا بنا كرما ترقي وغنداني مي ما غنو دي أساس كي مچا اسلام دين كي انيا وركما غوالا دين نو اسلام دين كي حد فانا لافوا دين بسنو اسلام دين كي سلامتا ركاتر كما دينو غا باوالا وفوا ما غنو أساس كي بس لوي فسيه كما تكا باوالا وفوا أساس اسلام دين غوالني سلامتا ركاتر كما اسلام دين غوالني اكوري كما ابيك وان ابيك تعارفوا ఏం కము అడుగును మీ ఫుర్సతుగా ధన్యవాదం బేణుమని అడుగును మేము ఎమ్మెన్నకి ఎక్కువరి కమ లోబికురా బేకమ ఉమ అడుగును మేము ఎమ్మెన్నకి సలామత రక్కా తెరికమట్టక లోబికురా బేకమ ఉమ అది మీదుకు మీ జల్సాగా వడాని తిబ్బే బేఫులుంగి తెరేం వరగ్గిన అదక అరబి బస్ వాహక దక్కా బేఫున్ తిబ్బే వీమ కొమ్మెస్ గతిం బహెంగ్ అడుగును అరే బహున్ ధన్యవాదాలు السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين إخوانكم المسلمين في منارة الإسلام في المحيط الهندي جمهورية المالديف وإنه لشرف عظيم لنا أن نلتقي بقادة الفكر ورواة شؤون المسلمين في بلادنا من أجل تبادل الرأي في قضية من أهم القضايا المسلمين وأن تكون سانحة للتعرف على أحوال المسلمين وتبادل المنافع لخير الدنيا والآخرة فنحن سعداء بمقدمكم الكريم وتشريفكم لبلادنا بهذا الحشد المتميز أيها الإخوة الكرام قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة أصحاب المعالي إن دين الإسلام هو دين التسامح والمحبة والسلام فالسلام مبدأ من مبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين وأصبحت جزءا من كيانهم وهو غاية الإسلام في الأرض والسلام والإسلام والسلام يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة ولا غرابة في أن كلمة الإسلام تجمع نفس الحروف السلم والسلام وذلك يعكس تناسب مع شريعة الإسلامية السمحاء وقد اهتم فخامة السيد الرئيس الجمهورية المالديف عبد الله يامين عبد القيوم منذ توليه قيادة هذا الشعب العظيم بالحفاظ على هوية المالديفيين الإسلامية وخدمة ثوابت الشعب وتنمية مؤسساته الإسلامية والتعليم الإسلامي واللغة العربية والاهتمام بتربية الشباب وتنمية العلاقات مع كافة الدول الإسلامية والعربية والمشاركة في كافة المشاريع والمنابر الإسلامية وإعلاء شأن القضايا الإسلامية كقضية فلسطين والمسجد الأقصى ومكافحة الإرهاب والتطرف واتخاذ الوسطية سياسة إسلامية محلية وعالمية وحاربت حكومة فخامة الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم كل الممارسات الدخيلة على الإسلام والمسلمين وأنشأت الحكومة المالديف مركزا خاصة يدعى مركز مكافحة التطرف والإرهاب في العام 2016 تابعا
لوزارة الدفاع والأمن الوطني، كما أوجدت حكومة السيد الرئيس عبد الله يامن عبد القيوم اقتصادا إسلاميا ناميا يتطور كل يوم، كل ذلك خدمة للشعب المالديفي المسلم وتعاونا في عمل الخير مع كل الأشقاء من دول العربية والإسلامية الشقيقة. ختاما نكرر ترحيب بلادنا رئيسا وحكومة وشعبا بكم وبمساعيكم الكريمة، ونرجو أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير وتعاون بين بلادنا ودولكم وشعوبكم الشقيقة، ونرحب بكم ونثمن عاليا كل الأواصر الحميمة بيننا وبينكم، وطاب مسعاكم وطاب إقامتكم بين إخوانكم في بلدكم المسلم المالديف ميدنة الإسلام في المحيط الهند في محيط الهندي. وفقكم الله وإيانا لكل ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Honorable Minister. The next item on the agenda is the address by the Secretary General of the Global Forum for Moderation, His Excellency Al-Muhandis Marwan Abbad Nuiran Al-Fawdi. شكراً معالي الوزير على هذه الكلمات الرائعة. والآن كلمة افتتاحية للأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية معالي المهندس مروان عبد نويران الفاوري. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوتي مجامع الكلم، وعلى أصحابه من الأنبياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني في هذا الصباح أن أتقدم بالشكر الوافر الجزيل باسم إخواني الذين جاءوا من أكثر من 15 دولة عربية وإسلامية إلى فخامة الرئيس عبد الله بن يمين عبد القيوم على رعايته لهذا الحفل وانتدابه معالي وزير الدفاع الأستاذ آدم شريف، وإلى حكومة المالديف، وأخص بجزيل الشكر أيضا معالي الأستاذ الدكتور أحمد زياد الذي ما فتئ منذ أكثر من عام وهو يتابع بشكل حثيث وكثيف عقد هذا المؤتمر، وأشكر هذا الشعب الوفي على الرعاية وعلى كرم الوفادة والاستقبال الذي حظينا به في هذا المؤتمر الكريم. وإنها لمناسبة كريمة أن نشارك بهذا المؤتمر المعنون بدور الوسطية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالمي الذي ينعقد في ظروف صعبة يشهدها العالم كله والعالم الإسلامي بشكل خاص. هذه التحديات ألقت بظلالها على العالم وعلى العلماء أعباء جساما في التصدي للتطرف والإرهاب والتكفير والتفجير، تدمير الإنسان والعمران معا. فالتطرف تطرف الشعوب وتطرف الدول وتطرف الأفراد خطر يهدد البشرية كلها، ويستوجب أن يعالج معالجة شاملة تتجاوز المعالجات الأمنية وحدها، بل لا بد من استئصال التطرف بقوة الفكر الحقيقية. ومن هنا كان دور العلماء والجامعات وكليات الشريعة والمنتديات الفكرية والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام، إضافة إلى العلماء والمثقفين وقادة الرأي العام. فعلى كواهلهم جميعا هذه الأيام أن نعمل معا من أجل التصدي
لخطر هذا التطرف الذي فتك بالإنسان والبنيان معا، ونشر الذعر والقتل والتفجير والتكفير في كل أرجاء هذا العالم. أيها الإخوة الكرام، للوسطية الإسلامية وجهان متلازمان، كلاهما متعلق بتوافر شروط الأمة الشاهدة، سواء كان ذلك في الجانب المعرفي الذي يتطلب الظهور على ثقافات الجماعات والشعوب، أو على مللهم ونحلهم وعقائدهم وأخلاقهم، أم كان في الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يتطلب إقامة الوزن بالقسط وعدم تخسيره، بحيث يقوم في الأرض مجتمع يقوم على العدل والكرامة الذي يكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كالجسد الواحد تتداعى أعضاؤه وتتعاضد أنحاؤه لدفع كل خطر يحدق به أو ضعف يعتريه، والذي يتحقق من خلاله مقاصد الشريعة بحيث يطمئن الناس إلى حيواتهم وأديانهم وعقولهم وأموالهم وأنفسهم، وإلى أنهم أحرار في أوطانهم آمنون مستقرون فيها، لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا قهر ولا مخمصة، أعزة لا يهتضمهم ضيم، في عالم تتوخى أممه أن تستقيم على هذا النهج السوي الذي يجعل من الأرض كلها دار سلام للآدميين. إنه إذا أتيح للوسطية الإسلامية التحقق في كلا جانبيها آنفي الذكر، فإن من تحصيل الحاصل أن يستشعر الناس بالأمان في أوطانهم وفي أنفسهم، وهي بهذا الاعتبار أشبه بطائر يطير بجناحين معرفي اعتقادي واجتماعي اقتصادي، لا تحلق بأحدهما دون الآخر، إذ بالهداية والكفاية معا يكون لهذه الوسطية قوامها، وتنتشر في البشرية أعلامها، ومهما نقلب النظر في أحوال الأمم فإننا واجدوها لا تستقر ولا يهنأ لها بال إلا على اطمئنان روح واطمئنان عيش، أو على حسن تفكير وحسن تدبير، وذلكم هو الميزان والنهج القويم الذي تحققه الوسطية التي نحملها، وتنزع به لباس الجوع والخوف الذي تتسرل به البشرية في هذه الأيام. لقد أمرنا سبحانه وتعالى أن لا نخسر الميزان وأن نقيمه بالقسط أي بالعدل، فإذا كان ذلك على وجهه وأتي من سبيله واضطرد واستقام انتهى بالمجتمعات أي قرار مكين من أسباب سعادتها، وإلى مقام كريم يؤسس لسلام داخلي مؤكد ولسلام عالمي شامل. إن للوسطية التي نحمل في ضوء هذا التصور دورا مأمولا في دفع أسباب الغلو والتطرف، وفي سد الذرائع دونها، وفي تهيئة أسباب الوئام والسلام مع الذات ومع الآخرين على حد سواء، ومهما يكن الأمر في عالمنا الذي يدابر كل حكمة واعتدال، ومهما تكن المظالم الواقعة بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإننا المسلمين أولى أمم الأرض بأن لا نغلو في ديننا غير الحق، وأن نعود في فهمه إلى سواء السبيل، وأن نتمثل حقائقه ومناكبه. إن الله يدعو إلى دار السلام، وحبذا لو يكون عيشنا المشترك نحن المسلمين وأبناء البشرية جميعا انعكاسا وامتثالا لهذه الدعوة الراقية. ختاما، أشكر سيادة الرئيس رئيس جمهورية المالديف على كريم رعايته لأعمال هذا المؤتمر، ومن خلاله نشكر وزير الدفاع ووزير الشؤون الدينية معالي الدكتور أحمد زياد، وإلى كل العاملين معه في هذه الوزارة، كما نشكر سماحة المفتي محمد رشيد وكل العلماء الذين تحملوا عناء السفر وأتوا من كل حدب وصوب إلى هذه البقاع الطيبة الطاهرة التي حملها أجدادنا عندما جاءوا بالإسلام إلى هذا المكان الطاهر النقي. فالدعاء والشكر لهم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you, sir. We now humbly request the President of the Global Forum for Moderation, His Excellency Al-Imam Al-Sadiq Al-Siddiq Abdulrahman Al-Mahdi, to deliver his remarks. Shukran Mahdi Al-Muhandis Marwan. ونستمع الآن إلى كلمة رئيس المنتدى العالمي للوسطية مالي الإمام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Brothers and sisters, with respect to all your titles and positions, assalamu alaikum wa rahmatullah. On behalf of the International Forum for the Optimum Choice, I express our gratitude to the government and people of the Maldives for hosting this conference and the superb hospitality in Kurumba Hotel, which is almost a village representing some people's concept of paradise. Agar Ferdowsi, Berinest, Hamiest, or in one of the Arabic expressions, Ma'ani الشعب طيبا في المعاني بمنزلة الربيع من الزمان, which says such wonderful sights, a spring among seasons. Wish your government and people all the best. Dear audience, our message is simple and powerful. Man is part of nature but transcends it in three ways: possessing a spiritual endowment, reason, and free will. The message of Islam confirms this and confirms that in metaphysical aspects, the prophets deliver the same message. Monotheism, revelation, the hereafter, worship rituals, and the moral code. However, in mundane and social aspects, they vary to cater for the dynamics of time and place. It declares the end of prophethood and so empowers the ummah to employ its spirituality, reason, and free will to fulfill the divine purpose, that the faithful would be the vanguard in the development of human history. Such insights delivered by an illiterate person proves its divine origin. The wasatiyah of Islam does not mean that it is the middle ground between doctrines. It means the optimum position of the most rational among faiths and the most spiritual among doctrines. So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excelled in two worlds as prophet and statesman. That is why the American sociologist Michael Hart, who ranked the most important 100 persons in human history, made him number one. However, after some important achievements, the ummah after him succumbed to intellectual and social stagnation, iconizing the past rather than developing it, jurisprudential traditionalism rather than continuous jurisprudential input, and submission to despotism rather than participatory governments. Meanwhile, the West, through three revolutions, cultural, political, and economic, proceeded to create modern civilization, which enabled it to subjugate the world. They treated the rest of humanity, including the ummah, as unequals, subject to imperialism and Zionism. The ummah reacted in different ways, some positive and some negative, expressing extremism and violence. The perpetrators of this negativism sought legitimacy for their ideas and movements by quoting unwarranted texts from the Quran and Sunnah. Internal and external injustices helped them recruit supporters. Forces of international hegemony exploited some of them for their own purposes. Before Afghanistan, there was no Al-Qaeda.
and before the occupation of Iraq, there was no Daesh. Today, many of our countries are engaged in bone-breaking conflicts between faiths, between faith and secularism, between sects and between ethnic groups. Such conflicts cannot be resolved by the use of force. Their only foreseeable results are to damage the participants, to make room for the expansion of extremism and terrorism, and allow the forces of external hegemony to exploit the situation. Unless the Ummah empowered by the termination of prophethood and the need to read the Quran through tadabbur and hikmah, and the need to read the Sunnah with an open mind, and the need to relate our history not as an icon, but as a meaningful human experience to learn from its less positive and negative reasons, we will not be able to turn the negative tide. Such a culture of enlightenment, reading, would allow us to see our faith in our eyes and minds, not of traditionalists, engineer continuous peaceful coexistence between the faiths, between sects, between religion and secularism, and between ethnic groups. Such endeavor would define our identity. We have to distinguish between modernization and westernization. Modernization would lead to adoption of all the developments in science, technology, as legitimate aspects of human endeavor in which our own civilization participated before its decline. In the same way, it is necessary to view globalism as a new stage in world affairs distinct from globalization, which involves hegemony, as it is necessary to avoid the two evils of alienation and hegemony. Ibn al-Qayyim said that the duty of the faithful, of the faqih, is to define the religious imperatives by ijtihad, comprehend reality in all its aspects, and proceed to marry them. Failure to do so will widen the present vacuum, which will draw into it the anger and fury of extremists and terrorism, sap the energy of the Ummah, and enable external manipulation. This Ummah is blessed with divine promise. That promise is not unconditional. Elsewhere, I have spelt out those conditions. Now, I stop at this summary. Thank you for listening. Thank you, sir. We will now show a video presentation on the topic, Introduction on Terrorism. Shukran ma'ali al-imam. Ayuha al-hafil al-kareem. Natrukum al-an ma'arut tasviri hawla al-irhab. يعيش مجتمعنا العربي في وقتنا الراهن أوقات عصيبة وصعبة، كما يشهد تغيرات وتحولات مفاجئة انعكست على أمن المنطقة بأسرها، بل وعلى العالم بأسره. قادتها نحو الخطر صراعات اختلطت مفاهيمها بين فرض الرأي والهيمنة وخلق الفوضى وزعزعة الأمن. حولت مجتمعاتنا العربية بالكامل إلى مجتمعات خائفة وحائرة وتائها. في ظل هذا المناخ السائد، وجدت بعض الأفكار الضالة طريقها للعبث بأمن المجتمع وخلق فجوة بين أتباع المعتقدات والأديان.
نخرت جدار التآلف والمودة فيما بينها وتهجير الكفاءات والفرص الاقتصادية، وجعلت مجالس العلم ساحات صراع واستنزاف لتصبح مجتمعات هزيلة هشة يسهل كسرها والتوغل فيها. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن حاجة الفرد للأمن والاستقرار كحاجة المجتمع بأسره، لذلك بات هذا مطلبا أساسيا وجوهري لتستعيد الأمة أنفاسها من جديد. فلن تحظى مجتمعاتنا بأي فرصة مشرقة ما لم يسودها فكر الأمن المجتمعي واستعادة هذا النسيج المترابط والثقة فيما بينها وإيجاد فرص للتشاور والحوار البناء والعمل على إزالة المعوقات وتمهيد طريق البناء. الأمن المجتمعي وأثره في وحدة الأمة عنوان يحمل الثقة والأمل في مستقبل واعد ومشرق يسطع نوره في فضاء أمتنا الواحدة، تقيمه رابطة العالم الإسلامي والمنتدى العالمي للوسطية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. We would now like to invite Sheikh Abdul Fattah Moro to address the gathering on behalf of the distinguished delegates. الآن أود أن أدعو من يمثل المشاركين في هذا المؤتمر، فليتفضل الشيخ عبد الفتاح الموري. حمد قدوم وحمد محبة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن أكون ضمنكم في هذا الملتقى الكريم في ظل ما تعانيه أمة طالما تبجحنا بأنها خير الأمم، وطالما رفعنا لواء عزة فيها، وأنفنا أن نكون من المتخلفين والمتأخرين، لكن وضعنا الذي نعيش يؤكد أننا في آخر قافلة الاهتمام في العالم. نحن أمة لها قيم، ورثت قيم الأمم السابقة وقادت الإنسانية في فترة من الزمن، ولكن تعذر عليها أن تواصل، تركت المكان لغيرها وأصبحت تعاني تخلفا مزدوجا في مقارنة وضعها بحالة أمتها عندما انطلقت، تجد نفسها قد ضيعت وقد ضاعت. وعندما تقارن نفسها بمن يعايشها في نفس الزمان والمكان تجد نفسها تابعة لا متبوعة. وطالما عزونا ذلك إلى عدم فهم لنص كتابنا، فطفق علماء مجددون من أزمان متقادمة إلى حد الساعة يدعون إلى تجديد فهم النص، ومن دعاة لأن نغير حكاما أو نغير نمطا اقتصاديا أو اجتماعيا، وكلها حلول باءت بالفشل. لأننا عندما شهدنا قيام الدولة الوطنية جربنا جل التوجهات الفكرية والاقتصادية القائمة في أزماننا، وتراوحنا بين وحدوية أممية وبين شيوعية واشتراكية وبين قومية وإسلامية، ولكن أيا من هذه المبادئ لم يفلح فينا. لا لأن المبادئ قاصرة عن أن تؤثث مجتمعنا، وإنما لأن وسيلة التلقي لدينا معطلة. ووسيلة التلقي هي هذه النخبة التي تمثلون جزءا منها، أرجو أن تكونوا قادرين على ضمها
لطريق التغيير والتبديل. مشكلنا ليس في حكام، وليس في نص، وليس في رأس مال، ولا في شباب، ولا في امرأة، وإنما مشكلنا في نخبة لم تستطع أن ترسم مكانها لتكون محولة لتلك القيم التي نحلم بها، تحولها إلى برامج واقعية تأخذ بعين الاعتبار قدرات أمتنا وكفاءات شبابنا وتطلع مجتمعاتنا إلى غد أفضل. السابقون السابقون هم الذين صنعوا مجد الإسلام في الأول، أولئك الذين تمثلوه وغيروا حياتهم بواسطته، وربطوا بين نص دائم مستمر أزلي أبدي وبين واقع متغير يحتاج منا أن ننزل النص عليه وأن نجعل من العقل أداة لقبول هذا النص وتمثله والسير وراءه. لذا أعتبر أن ما تقومون به ليس فضولا من العمل ولا مجرد ردهات راحة تتخللها خطب وتصفيقات، وإنما هو سعي في الصميم لأن نغير واقع أمة عن طريق مجموعة من الناس يدركون ويفهمون أن الواقع حري بأن يفهم، وأن النص حري بأن ينزل على واقع مفهوم من الشعوب، وأن الأمة التي تريد أن تعيش مثلها لا ينبغي ولا يمكن أن تغيب عن واقعها، وأن الأمة التي تريد أن تعيش واقعها وتفعل فيه لا يمكن أن تنقطع عن ماضيها ولا عن أصولها. أحييكم تحية التقدير والاحترام، وأشكر المنتدى الذي سمح لنا بهذا اللقاء الكريم، وأسأله تعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you, Sheikh. We now humbly request the Minister of Defense and National Security, Adam Sharif Umar, to deliver the opening address. Shukran, Sheikh Abdul Fattah. Ayuhal Hafal al-Kareem, Han al-An al-Mawid al-Lazi kunna nantadir bifariq al-Sabr, ala wa huwa al-Istima ila kalimat waif al-Sharaf lihaz al-Hafd, Maali al-Wazir Adam Sharif Umar, Wazir al-Difa' wal-Amn al-Watani. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Honorable Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Ziyad Baqir, Dignitaries, the Director General of the National Counterterrorism Center Brigadier General Zakaria Mansour, representatives from the international organizations, distinguished delegates, participants, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good morning to you all. It gives me great pleasure to officiate this opening session of this seminar on the role of moderation in countering terrorism and promoting peace and security. I thank the Honorable Minister of Islamic Affairs, Dr. Ahmad Ziyad Baqir, for giving me the opportunity to address this important gathering. At the very outset, on behalf of the President, His Excellency Abdullah Yamin Abdul Qayyum, and the people of the Republic of Maldives, let me extend a very warm welcome to the distinguished delegates to our beautiful country. I'm very pleased to know that among the delegates, we have highly experienced statesmen, heads of institutions, leading scholars, innovative and critical thinkers from different countries participating in the seminar. Esteemed delegates, your presence here indicates your commitment to the cause and your affection for the people of Maldives. I wish to congratulate the Ministry of Islamic Affairs and the National Counterterrorism Center for the excellent arrangements made in organizing the seminar and inviting a very high-level delegation to the Maldives. Distinguished participants,
Islam prohibits terrorism and violent extremism, and it commands all of us to embrace peace and harmony. However, if you recall the history of the world, you would know innocent killings and many other inhuman activities had taken place even before the revelation of Islam, and yet today Muslims get the blame whenever terrorist attacks take place. It is unfair to accuse Muslims when there is no evidence or justifications. It is not fair to create animosity just because they don't like us due to the religious differences and they create political pressure on us. The Maldives faces challenges because we practice and promote Islam. Nevertheless, we will not allow the freedom of religion in the Maldives. The Maldives will remain as a moderate, progressive, and peaceful Muslim country. The government of Maldives, under the great leadership of His Excellency President Abdullah Yamin Abdul Qayyum, has made several landmark achievements in countering terrorism and extremism. We have a zero-tolerance policy on terrorism and extremism in the Maldives. The government has instigated amendments to the legislative frameworks and formulated the state policy on countering terrorism and violent extremism. Moreover, His Excellency President Abdullah Yamin Abdul Qayyum has established the National Counterterrorism Center in 2016 and under the Ministry of Defense and National Security to spearhead and coordinate the efforts of the government in combating terrorism and violent extremism. The establishment of this institution has made a huge difference in countering radicalism and violent extremism. The NCT also has achieved remarkable success in the last 2 years. One of its strategic achievements is the formulation of the National Strategy on Preventing and Countering Violent Extremism. It has established a robust interagency framework and the stakeholders are engaged in preventing extremism through collaboration with local and international partners. The NCTC also has conducted 2 major studies on extremism in the Maldives. The first study focused on the contributing factors to violent extremism, and the second study examined the spread of violent extremism in the Maldives. Based on the findings, those studies, necessary strategies have been formulated, actions are being taken, and measures are in place. Ladies and gentlemen, as we look at the world around us today, we see various crimes, including terrorism, extremism, and other nefarious criminal and social offenses. We see deep ideological restlessness across the world creating violence. We know some people abuse religious teachings to twist young minds and create them to carry out heinous attacks. Today, the threat of terrorism and extremism has become a global phenomenon. No country is immune, big or small. The pendulum of the ideologies in our societies are swinging sharply between hyper-nationalistic sentiments and hardline religious ideologies to anarchist and anti-establishment nihilism. All these problems pose grave security threats to our nation. The best remedy to address these issues lies in adopting moderation. Islam encourages al-wasiyya as it brings unity and harmony. Terrorism and violent extremism undermines the deeply cherished values of tolerance, compassion, and inclusivity we hold dear to our hearts. Extremist ideologies breed intolerance, insularity, and create sharp divide. It causes fundamental challenges to our religious unity, cohesion, and societal harmony.
The threat of terrorism and violent extremism has to be addressed swiftly and strategically. The onus of the counter, the onus is to counter hateful messages through proper Islamic teachings and practices. We should identify the root causes of issues and develop counter narratives to dispel the false narratives. We all have to work together to mitigate them. We ought to empower the relevant institutions with the necessary resources they require and ensure that the foreign policies laid are reduced to such threats. As leaders and scholars, we must recognize that we have a responsibility to speak up and act against these issues. The role of ulama and scholars is critical and vital in addressing the issues that we face today. We must understand and stand united with unwavering determinations to work on countering terrorism, promoting peace and security. The international partnership is crucial in fostering our national efforts to curb the challenges we face on violent extremism and radicalism. Distinguished participants, the agenda for the next 2 days demands ample time for the discussion to important themes. Let me wish you all the best in your discussions. With your rich and experienced contributions, I'm quite optimistic and confident that this seminar will bring a historical milestone in combating terrorism and extremism among the participating countries. Once again, I thank the Minister of Islamic Affairs for the opportunity, and I'm deeply honored and privileged to be here with all of you. I wish you all a very productive and fruitful seminar, and thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, thank you for attending the opening session of the high-level seminar on the role of moderation in countering terrorism and promoting peace and security. This session will conclude with the National Anthem of the Maldives. You are kindly requested to please rise for the National Anthem. Shukran mahali al-wazir ala hazi al-kalima. Wasalna Allah ila khitam hazi al-jalsa al-iftitahiyya. Famina al-nashid al-watani al-maldi. Wa nadukum jamiyan ila tanawul murtibat al-khafifa. ونسأل الله التوفيق والسداد في جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قومي مي اكوري كم متيتي بگن كوري مي سلام قومي بهم گنهل دعا كرم كوري مي سلام قومي نشانا حرمتا اكبا لباتي بگن او دانا کن دي بگن ايوا دي ديا كريم سلام قومي مي اكو ويري کن متي تي بگن كريم سلام قومي بهم گنهل دعا کرم کریم سلام نصرہ نصیبہ کامیاب گرم زکم ہی میں نے فسارتا ہدا کی فنم کریم سلام قومی می اک ویری کم متی تی بگن کریم سلام قومی بہم گنہل دعا کرم کریم سلام Ladies and gentlemen, you're kindly requested to join for refreshments served out in the foyer.